ما بغيت نشارك معكم هاد البركة هادي شريتها تبارك الله، اللهم يسير. واليوم تبارك الله راه طاحت شوية ديال الشتا هنايا كيما تتشوفوا معنا، راه قضية مغيمة والله يعطينا على قد النفع. الشميشة هي ديك راه في وسط الغيام، ولكن الحمد لله الغنم إلا كلات غير واحد شوية وشبعات ما تبارك الله تتشبع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ميني فلوغ الخوت، تحياتي لكم وتحياتي للجميع تبارك الله، اللهم بارك. هم الإخوان بغيت نشارك معكم هذه البركة هذه شريتها تبارك الله، اللهم يسير. هنا الإخوان غياد الحولي وهذه المعيزات هذو. تبارك الله، اللهم بارك. بالنسبة للحولي، الناس المتتبعين راه غادي يشوفوه ولا غادي يعرفوه. بالنسبة للحولي الإخوان، السن ديالو جامع، اللهم يسر. نديو إن شاء الله الغنم ونتمنى من الله التيسير. بالنسبة لهاد المعيزات الإخوان، صراحة يعني تنشري غير المعزة الوالدة، ولكن صراحة هادو عجبوني شوية. المهم معزات واخا كروازيات شوية، المهم تبارك الله مزيانات. اللهم بارك. هادو الإخوة راني شريتهم اليوم السوق الخميس بتاريخ 1/9/2022. السن الإخوان كاين تنية، رباعية، سداسية، وحدة اللي كبيرة في السن، وحدة اللي كبيرة. اللهم بارك. المهم نديوها إن شاء الله، نديوها على دارو تمشي تبرع شوية مع راساتها. هنا الإخوة اليوم تبارك الله راه طاحت شوية ديال الشتا هنايا كيما تتشوفوا معنا، راه قضية مغيمة والله يعطينا على قد النفع. الشميشة هي ديك راه في وسط الغيام، بالنسبة للناس اللي يتفرجوا فينا أول مرة الإخوان، حنا متواجدين في مدينة أزرو إقليم إفران. بالنسبة لهاد خرفانة الإخوان، تبارك الله مخلطين فيهم البلدية وفيها ديال لانوك، بحال هاد الجوج هادو بلديين، هذا ديال لانوك. تبارك الله، اللهم يسر. الصراحة الإخوان يعني في هذا الوقت هذه واخا قضية شوية ديال المرعى قليل شوية، ولكن الحمد لله الغنم إلا كلات غير واحد شوية وشبعات ما تبارك الله تتشبع، يعني داكشي اللي كلات تبارك الله كافية. خصوصا دابا في هاد الوقت فاش تطيح الشتا، الشوك تيرطاب شويه، يعني تياكلو تبارك الله. انت كنت تشوف تبارك الله درا تياكل الشوك انا في الوقيته فاش تكون الشمس واقفه، راه ما تيقدش يقرب كاع داك الشوك. انت هذا تبارك الله تياكلو دابا غير الشوك. انت المعيز دابا تبارك الله تا هما تياكلو غير الشوك.
هر هر كش كش كش. كاين هذا هو اللي ناقص فيهم شويه، ولكن تبارك الله بلدي. واستفسار الاخوان، مرحبا، تحياتي للجميع.